خلاص بعمل ريكورد. دلوقتي هنتكلم على الدبل كيج اندكشن موتور، ايه هو وبيكون يعني الكونستراكشن كده بشكل عام، وناخد المسائل اللي عليه ان شاء الله. هو مبدئيا الاندكشن موتور انواعه بتختلف على حسب شكل الروتور. لو شكل الروتور عبارة عن كور وفيها ملفات فده بيبقى اسمه ووند روتور اندكشن موتور، ولو عبارة عن بارات متقفلة من ناحيتين فده يسمى السكورل كيج اندكشن موتور. السكورل كيج بقى عملوا منه تصميم مختلف شوية. ثانية واحدة، الدبل السكوير كيج الموتور عامل يعني انا عايز السكوير كيج يديني هاي ستارتنج تورك، يديني تورك عالي في البدايه، وكمان ما يسحبش تيار عالي جدا عشان يديني الستارتنج تورك العالي ده. خلاص، فعملوا ابتكار كده ان هما بدل ما يخلوا السكوير كيج عباره عن كيج واحد عباره عن بارات باند رينجز واحده، هيعملوا اتنين فوق بعض، فيخلي فيه انر زي الشكل اللي قصادنا ده، في انر روتور بارز، في بارز جوه، في بارز بره، بحيث ان البارز اللي بره دي تبقى مسؤولة عن الستارتنج. وهيبان عندنا في المسائل يعني هتبان دلوقتي ازاي هي بتأثر على الستارتنج تورك. خلاص، فده الدبل كيج، هو سكور كيج عادي بس بيتكون من اتنين كيج، انر كيج واوتر كيج زي اللي في الشكل ده. طيب المفروض ان ده الشيت ان شاء الله. بس نشوف شكل الكيج، شكل الدبل كيج. هو بيقول لك ان الروتور بيكون من اوتر لاير اوف بارز، يعني في بارز اوتر وفي انر. الاوتر ده بيتميز ان هو الكروس سيكشن اريا بتاعته بتبقى اصغر، والريزيستنس بتاعته بتبقى عالية، والاندكتنس بتاعته بتبقى قليلة. على العكس تماما الانر لاير او الانر كيج بيبقى الكروس سيكشن اريا بتاعته اكبر، والريزيستنس اقل، والاندكتنس اعلى. الاوتر ده بستخدمه في الستارتنج، يعني تأثيره بيبان قوي في الستارتنج بس، يعني بداية التشغيل بتاع الموتور. الانر ده في الرننج، يعني في الرننج انا بعتمد عليه، انما في الستارتنج بعتمد على الاوتر، في الرننج بعتمد على الانر. الكوفرنس سيركت، احنا عارفين الكوفرنس سيركت العادية بتاعتنا كانت R1 X1، كان هنا المفروض في R2 و X2 وفي R2 على واحد ناقص S على S، وبتقفل الدايرة. وفي هنا بقى كور RC و XN. هنا اختلف ايه اللي اختلف؟ ان انا عندي بقى الروتور بيكون من جزئين، في inner cage وفي outer cage. ال inner cage بنعبر عنه الجزء ده اللي هو R input على S في XI، و XI يعني R inner RI على S اللي هو السليب، و JXI اللي هو X inner اللي هو بتاع يعني او بتاع الاندكتنس بتاع الانر كيج. الاوتر كيج ار اوتبوت او ار اوتر على اس وجي اكس اوتر. فده الايكوفالنت سيركت في الجزء بتاع الدبل كيج. خلاص، ده المسؤول عن الانر كيج. ليه مقسوم كده؟ لان انا بقى عندي الروتور مكون من جزئين، انر كيج واوتر كيج. ده بالظبط هو يعني انا لو شلت واحد من الاثنين دول فهو هيديني الايكوفالنت سيركت العاديه بتاعتي، بس هنا الروتور اتقسم نصين يعني. خلاص، في بعض المسائل ممكن ما يجيبش سيرة الار سي، ما يجيبش الكور لوسس، ما يجيبش الكور ريزيستنس ولا الكور اندكتنس، يعني الجزء ده ممكن يتجاهله في المسألة فأنا بتجاهله. خلاص، فلو تجاهله أو جابه يعني معظم المسائل حتى لو ما تجاهلوش أنت بتجيبه هنا، بتجيبه بره هنا زي ال approximate equivalent circuit اللي احنا اشتغلنا عليها قبل كده، بحيث إن أنت تتعامل مع السيركت بشكل كويس يعني. فهيطلع معظم المسائل هتشتغل بالمنظر ده، لو هتبقى R1 X1 JX1 والجزء بتاع الانر والجزء بتاع الاوتر. خلاص، بعض الاحيان برضو بيديني ال R1 وال X1 بصفر، فتعمل ايه بالدايره بالشكل ده. الجزء سهل مفيهوش حاجه يعني. لو حد عنده سؤال ممكن يوقفني في اي وقت ويقول لي. خلاص، اول مساله بيقول the impedances of the inner cage and the outer cage rotors of double cage 3 phase 4 pole induction motor are كذا.
هو المسألة دي مش كاملة للأسف، نص المسألة مش كامل. المفروض إن ده عبارة عن إيه؟ هو بيقول إيه؟ The impedance of inner cage. فال inner cage هو ده المفروض يذكر بعد كده ال outer cage المقاومة بتاعته كام. فأنا كاتبها هنا في الحل على طول. المفروض المسألة ناقصة، يعني المسألة المفروض يديك ال outer cage impedance اللي هتبقى 0.6 زائد G 0.2 ohm. فهنا مديني ال inner cage impedance وال outer cage impedance اللي هما ايه؟ اللي هما دول هما ار اي و اكس اي و ار اوتبوت و اكس اوت. بعد كده بيقول determine the ratio of the torque developed by the two cages at standstill. اما اقول لك at standstill معناها ثلاث حاجات، at standstill و at starting و at s بتساوي واحد. خلاص يعني انا واقف هبدا اعمل ستارتنج، هو يعني لسه واقف برضه ستاند ستيل، هو الستارتنج، هو ان الاس بتساوي واحد، لان السرعه في الحاله دي لان هي بتساوي صفر، فالاس هتساوي ان اس على ان اس بتساوي واحد. خلاص عايز احسب الريشيو بتوين التورك اللي طالع من الاوتر كيج على التورك اللي طالع من الانر كيج عشان يشوف تاثير الاوتر كيج في حاله الستارتنج. بعد كده عند الرننج عند اس بتساوي 2 من 100 هنشوف برضو العلاقة بين الاتنين هتبقى عاملة ازاي. المفروض ان الاوتبوت كيج ده مسؤول عن الستارتنج، فقيمة التورك في حالة الستارتنج الناتجة من الاوتر كيج هتبقى اكبر من قيمة التورك في حالة الستارتنج الناتجة من الانر كيج. في حالة الرننج المفروض التورك بتاع الانر كيج ده يبقى اعلى من التورك بتاع الاوتر كيج. خلاص هتبان العلاقة دلوقتي لما نحسب العلاقة بين الايه، بين الاتنين تورك دلوقتي. طب نشتغل ازاي؟ نرسم السيركت عادي. هو عايز التي اوتبوت على التي انبوت. انا هنا ما ذكرليش ار واحد ولا اكس واحد، فانا هشتغل على الايكوفلنت سيركت دي. خلاص انا عارف ان التي، انا بقى يعني هحاول ان انا استنتج لك القوانين. انا دلوقتي عايز تي اوتبوت على التي انبوت، فعايز اجيب التي اوتبوت بتساوي ايه او العلاقه بتاعتها، والتي انبوت بتساوي ايه العلاقه بتاعتها. فمن خلال السيركت دي انا عارف ان الاي او الاي انر رايح على الانر كيج بتساوي ايه؟ بتساوي ال V على ال ZD، يعني V على جذر R inner على S كل تربيع زائد XI تربيع. ال I output نفس المنطق هتساوي ال V واحد على ال impedance، بس انت بتقدر تاخدها ك value. خلاص انا عارف ان التورك بيساوي ال B average B air gap على ال omega S، فال B air gap بتساوي 3 I 2 تربيع. ده انا بعتبر بقى ان ايه دول على بعض كده، يعني ده الاي 2. فانا لو حسبت دول الامبيدنس على بعض اللي هو الامبيدنس بتاع الروتور اللي هو ار 2 واكس 2، فهتبقى ار 3 اي 2 تربيع في ار 2 على اس اوميجا اس كمان دخلناها دي. طب لو عايز بقى احسب لكل واحد، يعني ده التي ديفلوبت بتاع الاثنين كيجز مع بعض، طب لو عايز احسب كل واحد لوحده هاخد الاي بتاعته والار بتاعته. يعني هنا تبقى التي انر هتساوي 3 اي انر تربيع في ار انر على اس اوميجا اس، وهنا هتبقى 3 اي اوتبوت تربيع في ار اوتبوت على اس اوميجا اس. خلاص جيت بصيت للمعادلتين دول وعملت ريشيو بينهم تي اوتبوت على التي انبوت، هتلاقي ان التلاتة او في واحد تربيع هيروح مع بعض والاس اوميجا اس هيروح مع بعض، هتبقى العلاقة دي. خلاص فانا عايز احسب الريشيو بينهم، محتاجة ابقى اعرف الار انر بكام والاكس انر والار اوتبوت والاكس اوتبوت وقيمة الاس. فهو في اول جزء هو قال ان الاس بواحد، ومديني الاكس انبوت انر مديني الزد انر والزد اوتبوت، فاقدر ان انا اطلع منها العلاقه دي. فعوض تعويض مباشر هيطلع العلاقه 5.1، يعني التورك اللي طالع من الاوتر كيج بيساوي 5 مرات التورك اللي طالع في الانر كيج في حاله الستارتنج. ودي فايده الدبل كيج. الدبل كيج بيتعمل علشان الدبل كيج بيتعمل عشان كده، عشان يبقى الاوتر كيج اللي هو متضاف جديد ده يطلع لي تورك عالي في حاله الستارتنج، عشان بيخليش ان انا اسحب تيار عادي. بعض الابلكيشن طبعا بتعتمد على ستارتنج تورك عالي، فبستخدم الموتور ده في الابلكيشنز دي. طيب في حاله الرننج بقى ان الاس بتساوي 0.02، بدل ما احط هنا الاس بواحد في القانون اللي فات احط الاس ب 0.02، هتطلع العلاقه 0.34، يعني تي اوتبوت على تي اوتبوت على تي انر هيساوي 0.34. معناه ايه الكلام ده؟ معناه انا في حاله الرننج ان الاس مش بتساوي 1، الاس بتساوي 0.02، انا كده الموتور بيلف. فالموتور بيلف يبقى التي اوتبوت اقل من التي انر. فالتي انر ده هو المعتمد على الايه؟
يعني معتمد عليه في حالة الرننج، والتي اوتبوت بعتمد عليه في حالة الايه الستارت. اتمنى الموضوع يبقى واضح يعني. دي اول مسألة. تاني مسألة برضو بنفس المنطق، بيقول a double cage 3 phase 6 pole Y connected induction motor has a narrow cage impedance، مدين الإمبيدنس دي، دي بتاعة ال inner cage وال outer cage، مدين الإمبيدنس بتاعته اللي هي هنا R، هنا ال RI وال XI وهنا ال RO وال XO. تمام. بعد كده بيقول عايز الريشيو برضو بين التورك تي اوتبوت على التي انر في حاله الستاند ستيل، نفس المساله اللي فاتت تقريبا، بس هنا بقى في جزء تاني هيبقى مختلف، فاحنا برضو هنراجع على الجزء اللي احنا قلناه في المساله اللي فاتت هي اي وبي. هو عايز اد الستاند ستيل يبقى الاس بيساوي واحد، هي العلاقه واحده. بص العلاقه واحده ما دام هو ما ادانيش الار واحد والاكس واحد، يعني العلاقه دي معايا على طول هستخدمها لو هو ما مدانيش ار واحد والاكس واحد، اللي هي الار ستيتور والاكس ستيتور. لو هو مديني بس الزد انر والزد اوتبوت بستخدم العلاقه دي على طول. فانا لو عايز انا العلاقه من العلاقه دي على طول كده اعوض، هو مديني في المساله رقم 2 مديني الزد انر والزد اوتبوت، هعوض بيها تعويض مباشر، والاس عند الاس بيساوي واحد هعوض الاس بيساوي واحد هتطلع 4، يبقى تي اوتبوت اكبر من تي انر. في حاله الرننج الاس بيساوي 5% هيطلع ايه التي انر اكبر من التي اوتبوت. خلاص هعوض عن الاس هنا ب 5%، دي نفس المسألة اللي فاتت بالظبط. بيقول ايه بعد كده؟ عايز السليب ات واتش ذا تورك ديفلوبد باي ذا تو كيجز از ذا سيم. عايز التي اوتبوت على التي انبوت او التي اوتبوت بيساوي التي انبوت، امتى عند انهي سليب الاثنين دول بيساووا بعض؟ فمعنى ان الاثنين بيساووا بعض يعني الريشيو بينهم بتساوي واحد، يعني العلاقة دي كده بتساوي واحد، والمجهول عندي اس، كل الباقي ده معايا خلاص، فهتبقى معادلة يبقى 5/10 على اس كل تربيع زائد 2 تربيع هكذا، ده كله بيساوي ايه؟ بيساوي واحد. طرفين في وسطين وتظبط المعادلة بتاعتك تطلع الاس معاك بزيرو بوينت 4364 أو 43.64%. باشمهندس اتفضل. يعني هو حضرتك هو في المسائل دي هو مش مديني الريزيستنس بتاعت الستيتور والاندكتنس بتاعته؟ لا هو ما جابش سيرته، هو يعني متابعين لهم. أهملها يعني. بالظبط، الا لو هو يعني في مساله بعد كده مساله رقم 4 هو هيديهم لك، فهنشوف دلوقتي هنحل فيها ازاي. تمام اوكي باشمهندس. تمام. هنا هو قال لي انا عايز السليب ات واتش الاثنين بيساوي بعض، فانا عملت الريشيو بينهم بتساوي واحد، طبقت برضه في القانون. القانون ده عشان ما فيش الستيتور ريزيستنس والستيتور رياكتنس مديهم لي، يعني مش موجودين معايا، فايه فبعتبرهم مش موجودين بعتبرهم بصفر خلاص، فتبقى العلاقه دي هي زي ما هي، بس هطلع الاس 3 بالرقم ده. بس الرقم 3 بيقول دبل كيج نفس الكلام بالظبط، هنا بس الارقام برضو في المساله يعني كده، يعني الناس اللي بتكتب ورايا مساله رقم 1 ناقصه ناقصه معطى انا كاتبه في الحل، مساله رقم 3 هنغير بس المعطيات، هتبقى الزد انر مسألة رقم 3 زي ما هي، سوري لا مسألة رقم 4 هي اللي هنغير في المطور، يبقى كده 3 مظبوطة خلاص. اوتر كيج الامبيدنس بتاعته مديها لي ايه؟ بس هنا بقى ما اداليش الانر كيج امبيدنس بشكل واضح، ما اداليش جيفن يعني، هو قال لي قال لي الانر كيج رياكتنس يعني الاكس اي بتساوي 4 تايمز انر كيج ريزيستنس، يعني بتساوي 4 في الار اي. صوت واضح يا شباب؟ ايوه يا باشمهندس. فدلوقتي مديني الاوتر كيج امبيدنس بشكل واضح والانر كيج رياكتنس، الانر كيج امبيدنس اللي هي الار اي والاكس اي مش مديها لي بشكل واضح، يعني هو مديها لي بس علاقه بين، بيقول لي الانر كيج رياكتنس اللي هي الاكس اي بتساوي 4 الار اي. بيقول لي if the outer cage torque is 5.1 times the inner cage at standstill، يعني T output بيساوي 5.1 T inner T outer سوري بيساوي 5.1 T inner
at stand still at s بيساوي 1. خلاص عايز ال value of the inner resistance اللي هي ال ri وال a وال x. طيب واحدة واحدة كده، انا عندي z output دي مقطعة عادي مفيش مشاكل. خلاص انا هنا عشان هو مش مدي لي ال z inner بشكل واضح، فانا اعتبرت هو بيقول لي ان ال x i بتساوي 4 ال ri، فانا اعتبرت ان ال ri بيساوي x وال x i بتساوي 4 x من الرقم اللي هو مديها لي، هتبقى x زائد 4 x ال z inner بالشكل ده. مديني ال t output على ال t inner او ال t outer على ال t inner عند الاس بيساوي 1 بيساوي 5.1. خلاص فانا عارف العلاقه دي، طب ما دام ما ادانيش ار 1 واكس واكس 1 فانا هستخدم العلاقه دي. طيب هو مديني العلاقه ما بينهم لما الاس بيساوي 1، يعني اعوض ان الاس ب1 العلاقه دي بتساوي 5.1. خلاص فانا هعوض عن الار اي باكس والاكس اي ب4 اكس، فهتلاقي 4 اكس تربيع 16 اكس تربيع، طب المعادله كلها في اكس. خلاص فلما تطلع اكس في الاخر هيطلع اكس بتساوي 0.2، فهطلع فوق كده بقى انا عارف ان ال ri بتساوي x، يبقى ال ri هتساوي 0.2 اوم، وال x i بتساوي 4 x، يعني 4 في 0.2 هتبقى 0.8 اوم. خلاص فانا جبت له كده ال inner resistance، جبت له ال inner reactance. في مشكلة في اول مطلوب؟ تمام يا باشمهندس مع حضرتك. طيب التاني مطلوب بيقول the ratio of the torque developed by the two cages at كذا. الكلام ده احنا حليناه في المسألتين اللي فاتوا، عايز التي اوتبوت على التي انبوت لما الاس بتساوي 2%، فانت برضه هتعوض في العلاقة عادي جدا. انت خلاص بقى طلعت الايه، طلعت ال ار اي هتعوض بيها على طول، والاكس ار بس دي علاقة هتعوض بس بالاس ب 0.02، هتطلع العلاقة بينهم الرقم ده. خد بالك عشان تعرف انت بتحل صح ولا غلط، في حالة الستارتنج الاس بتساوي 1 التي اوتبوت على التي انبوت هتبقى اكبر من الواحد، ده لان التي اوتبوت او التي اوتر هتبقى اكبر. في حاله ان انت راننج يعني الاس مش بواحد بقيمه يعني 2% مثلا، العلاقه بتبقى اقل من الواحد، لان هنا التي انر بتبقى اكبر من التي اوتر. طيب تالت حاجه عايز سليب از تورك ديفولد تو كيجز ذا سيم، برده نفس المساله اللي فاتت، عايز يحسب الاس فبرده العلاقه دي ذا سيم، يعني العلاقه بينهم بتساوي 1، المعادلة في الاس، الاس هتطلع في الاخر ب 0.3573، مفيش اي مشكلة زي اللي قبلها يعني زي اللي قبلها بالظبط. هو اللي اختلف المسألة رقم 3 عن المسألة المسألتين اللي فاتوا، ان انا بس ما اداكش ال زد انر بشكل واضح، ما اداكش بشكل صريح، يعني ادالك نسبة بس واداك التي اوتبوت على التي انبوت في حالة الستارتنج دقيقة، فانت جبت منها الايه الار اي والاكس ار. مسألة رقم 4، مسألة رقم 4 هنا بقى ايه ذكر هنا الايه ستيتور امبيدنس، اداني الستيتور امبيدنس. خلاص بيديني الزد انبوت 0.4 زائد جي، ده زد انر زد واحد مبدئيا اللي هي الستيتور 0.5 زائد جي 1.5 الزد انر كذا، والزد ايه اوتر كذا. خلاص بقول لك neglecting the no load current، يعني ايه neglecting the no load current؟ يعني الجزء ده مش موجود معايا، الجزء ده مش يعني انت هتعمله neglect، يعني تقريبا هيساوي صفر. عايز ايه بقى؟ هو مديني ال R واحد، مديني زد واحد، ومديني زد inner وزد outer. عايز ايه؟ slip at which the torque developed by the two cages is the same. دي هنخليها شوية يعني مش هنحلها سيشن ده، بعد ما الدكتور بس يخلص معاك الدبل كيج. خلاص هنحل الجزء اللي تحت، عايز الانر والاوتر والتوتال تورك ات ستارتنج اند ات كاس، عايز التي انر وعايز التي اوتر وعايز التي ديفلوب الاثنين مع بعض، يعني الاثنين اما تطلع ده وتطلع ده هتعمل لهم زاد مع بعض. خلاص فنيجي نبص كده على السيركت بقى في حاله وجود الزد واحد، هاي جزء زد واحد هيبقى فيه هنا بقى حاجة، يعني هنا قبل المسألة اللي فاتت ما كانش موجود ال R واحد والإكس واحد، هنا بقت موجودة. خلاص فاشتغل سيركت بقى، وأنا عايز إيه أساسا؟ أنا عايز أطلع التي، عايز أطلع التي إنر، عايز أطلع التي أوتر مثلا، فأنا عارف إن القانون بيقول كده، فأنا محتاج أطلع ال I إنر، ال R إنر دي معايا معطى أوميجا إس، أطلعها سهلة، أجيب ال NS اللي هي 120 إف على بي، تطلع 1500، الأوميجا إس هتساوي ال NS في 2 باي على 60، الكلام ده إحنا عارفينه، هتساوي 157.08، وال S
انا عايز كل يعني اشوف بقى، انا عايز عند الستارتنج احطها بواحد، عند 4% او 5%، هنا 4% احط بايه ب 4%. فالاس والاوميجا اس والار انر كل ده معروف. الاي بقى هي دي المشكله، الاي انر دي هي اللي انا محتاج اجيبها من السيركت، مش مشكله ولا حاجه، سهله يعني خلاص. والاوتر برضو نفس الكلام، الار او واضح، صوت واضح. تمام يا باشمهندس، مع حضرتك. سيركت انا عايز ايه؟ انا عايز الاي انر ده اجيبه ازاي؟ انا ممكن الاول اجيب الاي 2 ده، هو الاي توتال ده، واعمل بعد كده كارنت ديفايدر، اللي هو هضرب ده في الزد البعيده على مجموع الاثنين زد، خلاص. فانا محتاج الاول اجيب الاي 2، عشان اجيب الاي 2 فانا محتاج احسب الزد الكليه، تبقى في واحد على الزد الكليه هيديني الاي 2. فانا محتاج الزد الكليه، الزد الكليه بتساوي ايه؟ بتساوي الزد واحد دي زائد الاثنين دول بارلل مع بعض، اللي هي زد 2 داش مثلا، خلاص. فهتلاقي ان الاثنين بارلل مع بعض، اضربهم مع بعض بالشكل ده وضربهم على مجموعهم هيطلع بالرقم ده. ايه الرقم ده عشان تبقى فاهم برضو؟ ده الصورة عندي مش البارت، واضحة، مش عارف ليه، مش واضحه. مش عارف الصورة عندي واقفة على تي اي وتي اوت، مش عارف عند الناس كده برضو ولا عندي بس. يا ريت تقولوا لي عشان لو في مشكلة ظبط. أنا دلوقتي فاتح على السيركت، هو انا فاتح الظاهر عندي التي هستخدم انر أوت والتي بقى. اوت. طيب كله كده ولا أنت بس؟ يا ريت حد يقول لنا. كله كله كده يا باشمهندس. باشمهندس. طيب هعمل شير تاني كده. ظبط كده ولا لسه؟ هو لسه لسه الشاشة بتظبط لسه. النت عندي بس مش مظبوط الفترة دي. هي بس لسه الشاشة بتعمل لودينج بس. طيب ادوني الثانية واحدة معلش. مع حضرتك مش واصل. يا ريت لو الدنيا ظبطت تقولوا لي عشان باشمهندس، هي بس الشاشة لسه بتعمل لودينج عندي، ما اعرفش برضو على الناس كده برضو ولا ايه. ماشي، لما تظبط قولوا لي. طيب ما فيش مشكلة باشمهندس، مع حضرتك. طيب احنا وصلنا لإيه؟ وصلنا إن في سيركت محتاجين نجيب الاي يعني لو في اي مشكله قولوا لي على طول عشان ابقى معاكم. الاي 2 محتاج اطلع الاي 2، بعد كده هعمل كارنت ديفايدر هنا، اجيب الاي انر يعني هضرب الاي 2 دي في الزد البعيد على مجموع الاثنين زد، واجيب الاي اوتر بنفس الطريقه. فانا محتاج اجيب الاي 2 الاول، عشان اجيب الاي 2 هجيب الفي واحد دي على زد الكليه، زد الكليه بتساوي زد واحد زائد الاثنين بارلل مع بعض. في مشكلة؟ الصورة واضحة؟ هو مش عارف، هو مفيش حاجة ظاهرة عندي، شاشة سودا لغاية مفيش دلوقتي. شير سكرين يا باشمهندس أصلا، هي شاشة سودا عندي مش مفيش سلايد ظاهرة أصلا بس. وأنا عامل شير والله. هو أنا ظاهر عندي باشمهندس شاشة سودا كده، وانا كمان باش مهندس ما فيش شير اصلا، يعني حضرتك مش عامل شير. انا عامل شير سواء النت ممكن يكون عامل.
ظبطت ولا لسه برضه؟ هو انا اللي ظاهر عندي برضو شاشه سودا، مش عارف برضو باقي كده عندي نفس الكلام ولا ايه برضو. هي ايوه شاشه ايوه نفسك. شاشه سودا مكتوب اسم حضرتك في النص بس مش عارف. ماشي في الشركه. ماشي ثانيه. أول ما حاجة تظهر عرفوني بس عشان تمام. ظبطت كده ولا لسه شوية؟ تمام. هو كده ظاهر اللي هو 3 phase 4450 هرتز واي كونكتد دبل بي. بتتحرك معاك كويسه ولا في مشاكل؟ كده تمام كده الكاميرا مش مهندس. معلش هنستحمل بس المساله دي. خلاص هي دي المساله والسكشن صغير النهارده ونظبط الكلام ده ان شاء الله السكشن دي. خلاص فانا دلوقتي بجيب الزد زد توتال تساوي الزد واحد زائد الاثنين دول بارل مع بعض، هيطلع الاثنين بارل هيطلع بالرقم ده اللي هو 1.157 زائد جي واحد اوم، اللي هو بيعبر اساسا عن الار اتنين والاكس اتنين، اللي هو الار اتنين اللي احنا كنا بناخدها في الكوفرنس سيركت اللي قبل كده، اللي هي الار اتنين بتاعت الروتر كله والاكس اتنين بتاعت الروتر كله. خلاص فانا جبت كده الاثنين بارل مع بعض هضيفهم للزد واحد اجيب الزد توتال. زد توتال هيطلع 1.657 زائد جي 2.5 اوم. جبت الزد توتال هجيب بقى الايه، اجيب الاي 2 اللي هي الاي توتال هتساوي الفي 1. الفي 1 هو قال الفي 4 ب 400 وده واي كونكتد. خد بالك في مسار رقم 4 في الشيت نفسه مش قايل ان هي واي كونكتد، فدي جزء ناقص يعني. فالفي 1 هتساوي 400 على جذر 3 والزد توتال اللي انا طلعتها اللي هي 1.657 زائد جي 2.5 هيطلع الكرنت 77 او 77 زاوية سالب 56.46. فانا كده جبت الاي 2. محتاج اعمل ايه؟ محتاج اجيب الاي انر والاي اوتر. اجيب الاي انر ازاي؟ هضرب الاي اللي انا طلعته للاي 2 ده في الزد اوتر على الزد انر زائد الزد اوتر، ده كرنت ديفايدر بالشكل ده. خد بالك اي حاجة بتتعامل بيها هنا هتبقى فيزور او قيمة وزاوية، ما ينفعش تاخد القيمة بس وتشتغل عليها. خلاص فالاي انر هتساوي الاي 2 اللي هي 77 زاويه سالب 56.46 هتضربها بقى في الزد انر على الاثنين مجموع الاثنين هيطلع بالرقم ده والزاويه دي. والاي اوتر بنفس الطريقه كرنت ديفايدر هيطلع ب 56.51 زاويه سالب 32.2. بس انت كده طلعت القيمه بتاعت الاي انر والاي اوتر، هتاخد بقى القيمه دي وتضربها هنا. الاي انر هتساوي 3 الاي اي تربيع اللي هو طلع 34.467 تربيع في الار انر على كذا كذا هتطلع ب 9.075. ده في حاله ايه؟ في حاله ان الاس بيساوي 1. خلاص لما اجيبه بقى الاس بيساوي 4% هشيل الاس دي بتساوي 1 دي واحط الاس ايه بتساوي 4%. بس خد بالك الدنيا هتختلف في السيركت بعد كده، يعني خلينا دلوقتي دي الاس بتساوي 1 دي في حاله الستاند ستيل او حاله الستارت. الدي اوتبوت طلع ب 121.977، التي اوتر هنا اكبر بكتير من التي انر، وده يثبت فائده الموتور ده ان هو بيستخدم الاوتر كيج المحطوط ده بيستخدم ان انا بعمل بيه هاي ستارتنج. لو عايز احسب بقى التي ديفلوب بتاعت الروتر بشكل عام
هتساوي ايه الاثنين اتنين زائد بعض. في مشكله في السرعه والصوت يا شباب؟ باشمهندس هو حضرتك ليه جمعت تي ديفلوب جمعت تي اي وتي اوت؟ ان تي ديفلوب اللي هي ما هو تي انر ده هو التورك اللي طالع نتيجه الانر كيج, والتي اوتر هو التورك اللي طالع نتيجه الاوتر كيج. فالمفروض ان التورك ده زائد التورك ده هو كل التورك اللي طالع من الروتر, التورك اللي متسلط على الروتر. تمام فهمت حضرتك, عشان في 2 كيج يعني. بالظبط. طيب بقى عايز تتاكد ان الرقم ده صح, هتعتبر دي حاجه برضه عشان نفهم يعني. انت دلوقتي لو عملت كوفرنت سيركت عاديه يعني ما فيهاش بقى دبل كيج, هتبقى ايه؟ R1 و X1 و R2 و X2 مكان الاثنين دول, صح؟ طب ما انت كده كده جبت Z2 اللي هي مكان الاثنين دول الاثنين مع بعض, اللي هي طلعت 1.157 زائد G1, صح؟ المفروض ان دي R2 ودي X2. طب عايز اجيب التورك في الحاله دي بغض النظر بقى عن الانر والاوتر, عايز اجيب التورك بشكل عام. انا عارف ان هي بتساوي 3 في I2 تربيع, والاي 2 انا جبتها, يبقى 3 في I2 تربيع في R2 اللي هي 1.157 على S اوميجا S. الرقم اللي هيطلع لك من العلاقه دي هو التورك الكامل اللي هو انت جايبه من I2, هيطلع لك هو الرقم اللي انت جبته من هنا لو انت جبته ده زائد ده. مفهوم النقطه دي ولا عيدها تاني؟ فهمت حضرتك. خلاص فده التورك دي بقى. طيب لو الاس بقى بتساوي 4%, لو الاس بتساوي 4% نفس الطريقه بالظبط, بس اللي يختلف ايه؟ يعني نفس الكلام بالظبط, نفس الخطوات بالظبط, بس اللي يختلف ايه؟ ان الار اي دي من هنا حطيتها بكام؟ ب 0.4 على اساس ان الاس بتساوي ايه؟ 1. بس في حاله ان الاس بتساوي 4% هتبقى 0.4 على 4%, خلاص؟ يعني تبقى 0.4 على 400 تساوي 10 اوم, 2 على 0.04 يبقى 50 اوم. فبدل ما اعمل بارل بالشكل ده, بدل ما دي 400 هتبقى 10 مثلا, بدل ما دي تبقى 2 دي هتبقى ايه؟ 50. وصلت النقطه دي؟ يعني هنا القيمه بتاعت الافكتيف ريزيستنس بدل ما هي ار اي بس هتبقى ار اي على اس, وهنا ار او على اس, خلاص؟ ونفس السيكونس بالظبط, اجيب الزد توتال وبعد كده اجيب الاي زد توتال, بعد كده اجيب الاي 2, وبعد كده اجيب الاي كارنت ديفايدر. انا ما رضيتش بس اكرر الخطوات, انت تعملها ودي من النتائج النهائيه. جبت الاي اوتر, بعد كده تجيب التورك انر, تورك اوتر, تورك ديفايدر. نفس الطريقه بالظبط, هنختلف حاجتين. اول حاجه الاس مش هيبقى ليها قيمه, مش بواحد, فالافكتيف ريزيستنس اللي هتدخل معاك في المعادلات هتبقى ار اي على اس, وار اوتبوت على اس, او ار اوتر على اس, خلاص؟ تبقى 10 و50 بدل 0.4 و2 هتبقى 10 و50. واحسب 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 لغايه ما اوصل للتي انر والتي اوتر في اس برضه, فالاس هتحطها ب 4% برضه في العلاقه دي. الاس هنا هتبقى 4% برضه. بص احنا كده تقريبا خلصنا, اللي ناقصنا بس ايه دي هنسيبها للسيكشن اللي جاي. احنا كده خلصنا الاربع مسائل دول, مش هديكوا ريبورت, بس اتمنى الناس تحل وتذاكر, ولو في اي مشاكل تبلغني. خلاص في النهايه كده حد عنده مشكله في الشيت؟ باشمهندس حضرتك هو الشيت ده موجود على اي ليرنينج صح؟ مش عارف الدكتور رفعه ولا لسه, بس انا ممكن ابعته لكم على الحل. ماشي, شوف كده باشمهندس, اهم حاجه تكون الكلام اللي انا بقوله مفهوم يعني, لو في اي مشكله قولوا لي. تمام باشمهندس, مع حضرتك. في حد كان باعت لي انه عايزين تشوفوا التسليمات تاني ولا خلاص؟ هدورها لكم عشان يبقى كله كده ايه شافها الناس اللي كانت متأخر. واضحة ولا مش واضحة؟ تمام يا باشمهندس, الصورة ظاهرة كده. طيب بصوا كده, عندنا هنا سيكشن 4 سيكشن 3, ده سيكشن 4
سيشن 3. سيشن 8 برضو لو حد من زمايلكم شايفه ولا حاجه. بص وكمان ده ريكوردد فممكن تبص عليه بعدين.